السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم في هذا الفيديو طريقتي في عمل خبز البيت، يعني بالقمح الكامل. كيجي الخبز رائع لذيذ وهش وطري، وبصراحة كنحاولوا نعملوا نوعا ما يعني خبز صحي، مع أنه الخبز الصحي لو نعملوه بالخميرة البلدية، يعني البلدية اللي تعمل في البيت، يكون أحسن بعد أكثر. لكن أنا دائما كنفضل تناول الخبز اللي يكون بالقمح الكامل، لأنه يعني أفيد بالنسبة لصحة الإنسان. مثل ما كتشوفوا الخبز ديالنا رائع لذيذ وهش، هو خارج من الفرن مثل ما كتشوفوا رائع. ان شاء الله دابا غادي نبداو عمليه التحضير. المقادير هي كالتالي، يعني غادي نحتاجو لتحضير هذا الخبز. يعني انا بالنسبه للخبز ما كنستعملش يعني مقادير، يعني مكونات كتكون عيني ميزاني. يعني هنا مثلا اخذت 3 اكواب من الطحين الاسمر، وضفت لها كوب ونصف من الطحين الابيض، وتقريبا يعني كوب من السيمولينا او السميد هذا اللي كتشوفوه الناعم. غادي نحتاجو ايضا، عندي تقريبا هنا ملعقتان من العسل، اذا حبيتو السكر طبعا استعملوه. غادي نضيفها الى تقريبا ملعقتان كبيرة من الخميرة، انا عندي خميرة الجافة، خميرة الحبيبات. غادي نضيف لهم قليل من الماء الدافئ ونخلطها ونخليها تتفاعل قليلا. هنايا غادي نضيفو الى انواع الطحين ملعقة صغيرة من الملح، او على حسب الذوق طبعا. غادي نضيف ايضا ملعقة، عندي تقريبا ملعقة كبيرة من الخل الابيض. الخل كيعمل عمل المحسن وكيعطي طراوة للخبز. تشوفوا هاد الفقاعات اللي تكون داخل الخبز، الخل كيساعد انها تحصلوا عليها. وهنا ضفت خليط الخميرة والعسل، وطبعا غادي نعجنوه بالماء الدافئ. طبعا الكمية الماء يعني تتوقف على حسب درجة امتصاص هذا الطحين للسوائل. المهم ان الخبز كيكون العجينة تكون طرية. الزيت نخليه اخر مرحلة، بعد ما جمعنا المكونات كلها غادي نضيفو زيت الزيتون، تقريبا ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون. كنحاولو ندخلوها جيدا في العجين، والخليط يعني لازم يكون طري مثل ما كتشوف، كيتلصق في اليدين. مازال غادي نجمعه وغادي تولي العجينه يعني متماسكه نوعا ما اكثر. يعني هي مثل ما كتشوفوها، غادي نغطيوها ونخليوها يعني الى ان يتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرت العجينه بمساعدة الزيت طبعا، غادي نحاول نفرغوها من الهواء اللي موجود فيها. يعني مثل ما كتشوفوا امتصت يعني السوائل كلها اللي كانت موجودة في العجينة، يعني نشفت تقريبا. هذا دائما نحاول نخليه دائما العجينة تكون طرية. يعني من بعد ما نخويها من الهواء، غادي نحاولوا نقسموا هاد العجينة الى كويرات على حسب حجم الخبز اللي تحبوه. هنا فقط عندي قليل من الشوفان وقليل من الطحين الاسمر، هو اللي غادي نقرص فيه الخبز او نغلف به كرة الخبز. كناخدو الحجم اللي حبينا ونحطوه في خليط الشوفان وفي الصينية اللي كتكون مغلفة او بورق الزبدة او مدهونة بالزيت.
بعد ما شكلنا جميع الكويرات كنحاولوا نبسطوها قليلا باليد ديالنا بهذا الشكل اللي كتشوفوه. باستعمال واحد السكينة واحد يعني ذات حادة نحاولوا نعملوا واحد الخطوط او يعني تزينوها بطريقة اللي انتو كتفضلوها، ممكن فقط باستعمال الشوكة يعني والفرشات، او فقط ممكن تعملوا واحد الحفرة في النصف. طبعا التزيين كيرجع لكم. من بعد ما كملنا تزيين الخبز نغطيه بواحد المنديل نظيف ونخليه يرتاح واحد الربع ساعة، من بعد اختياري ممكن دهنوه قبل ما تحطوه في الفرن بقليل من الحليب كيعطيه واحد طراوة ولون أحمر جميل. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الخبز، فقط شاركت معكم طريقتي، خبز صحي نوعا ما صراحة، شوفان وقمح كامل ورائع ولذيذ، خاصة ما يخرج من الفرن وواحد الكاس ديال الأتاي بالنعناع مغربي روعة، وتاكلوه مع الشي اللي تحبوه. أيضا شاركت معكم في القناة واحد الخبز كانت عملته بنت أختي، روعة روعة، إن شاء الله تضربوا واحد طليلة وتشوفوا الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك اللي مازال ما اشترك. نتمنى إن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء.